السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع عمر دايزر. ايه الاخبار يا جماعه؟ ان شاء الله يا جماعه بخير. ولو ركزت كده هتلاقي غالب المنتجات الموجوده حوالينا هتلاقي متقسمه ناحيتين، يا جانب الشغل، المذاكره، الانتاج، صناعه المحتوى، حاجه تطلع منها شغل فعليا، والجانب الثاني هو جانب اللعب. في شويه منتجات واختراعات اللي هي بتديك اداء معقول في الشغل المذاكره وكده، وتديك نفس الوقت اداء معقول في اللعب والجيمز وكده، ولكن قليل جدا ما هتلاقي منتج بيديك اداء ساحق في ناحيه الشغل وفي نفس الوقت اداء ساحق في ناحيه اللعب والجيمز. بس النهارده معانا واحد من هذه المنتجات. اسمعوا يا جماعه، اعرفكم بالوحش. دي حاجه فعليا مجرد تسمع الاسم كده بتتحمس، بتحس انك عايز تعمل عليها تجارب وتعمل عليها اختبارات وحاجات غريبه. انفيديا جي فورس RTX 3090 Ti، ده الوحش يا جماعه. دي اقوى كارت شاشه موجوده في الكره الارضيه حاليا، والاداء بتاخده من حاجه زي دي بصراحه ساحق في جانب الشغل وفي جانب الجيمز. بس احنا النهارده عايزين نركز في الفيديو ده على جانب الشغل، صناعه المحتوى وشغل انا شخصيا وبتديني ايه، واوريكم كده سيكونس لحياتي اليوميه في جانب الشغل، ونجرب عليه شويه حاجات من اللي انا بعملها. زي ما شايفين دي تديك 24 جيجا من الفيديو ميموري. طبعا في مصنعين كتير 3090 تي اي وكروت شاشه بتاعت انفيديا عامه، لكن دي جايه من شركه اسمها باليت. شويه حاجات اساسيه تبقى عارفها في 3090 تي اي، دي بتديك السكند جنريشن ري تريسنج كورز، الكورز الجديده بتاعت الري تريسنج، الثيرد جنريشن تنسر كورز، والبي سي اي اكسبريس 4. طبعا تدعم جي دي دي ار 6 اكس جرافيكس ميموري 24 جيجا زي ما قلنا. وطبعا باليت نفسها مديك شويه حاجات هنا بتخفض استهلاك الطاقه، بتخفض الحراره، بتعمل اوفر كلوكينج والاضاءه والادريسبل ار جي بي، وشويه اضافات كده لطيفه مع تصميم مختلف. تجميعات الكمبيوتر من الحاجات اللي تحب تشوفها خلصانه وشغاله ومنوره ومعرفش ايه، بس انا نفسي بصراحه بحب اتفرج جدا واتامل في كروت الشاشه بالذات زي الحاجات 3090 و 3090 تي اي. عشان بصوا يا جماعه ايه الديناصور ده، 3090 تي اي يا جماعه فعلا عباره عن وحش، حاجه شكلها رهيب جدا جدا. اتفرج على، اولا هي تقيله جدا عشان تبقى عارف، يعني لو انت بتجمع حاجه زي كده محتاج تبقى فاهم الوزن تقيل، السمك رهيب جدا، والحجم عملاق عشان تبقى فاهم كده السكيل. يعني ده موبايل عادي جنبيا، موبايل كبير نسبيا، بصوا قد ايه مقارنه بكارت الشاشه. التصميم عاملينه هنا لطيف بصراحه، الجيم بروك اديشن دي، وزي ما شايفين الكريستالات ده كله بينور ار جي بي، تقدر تغير الوانه وما اعرفش ايه، وكروت الشاشه بتسحب طاقه كتير على فكره عشان تبقى فاهم، وليها كونكتورز خاصه بيها، ممكن تاخد لحد 3 كونكتورز عندك من الباور سبلاي، ولكن كل ده بيديك مقابل، يعني انت بتسحب باور بس بتاخد برضه قصاده قوه عملاقه ورندرز سريعه والحاجات بقى المهمه. طبعا احنا اتكلمنا على الحاجات دي في الجيمز قبل كده، بس انا عايز اكلمكم النهارده زي ما قلنا في جانب صناعه المحتوى، ونشوف الوحش ده لما نركبه في الكمبيوتر يقدر يدينا ايه بالظبط مع شويه تجارب مخيفه. انا من فتره مش طبيعيه اطلاقا لو متابعين عملت تجميع جديده كوجي مارك 4، واوريدي فيها 3090 تي اي، هنجرب نركب فيها بقى النسخه دي دلوقتي. واذا لسه ما اتفرجتش على فيديو التجميع دي وعايز تعرف بقيه المواصفات للكمبيوتر اللي هنختبر عليه هذا الوحش، هسيب لكم ليه كارت دلوقتي على الشاشه هيطلع في مكان ما هنا عشان تبقوا عارفين كل حاجه عنه. خلينا دلوقتي ننتقل بقى للتجارب. اوكي، 3090 تي اي موجوده دلوقتي في مكانها في البي سي، وخليني اخدكم معايا كده في الجوله من شغلي، من الحاجات اللي انا بعملها فعليا، من شغل الايديتنج، من شغل الفوتوشوب، من شغل الحاجات دي. بس الاول خليني اقول لكم على حاجه مهمه جدا ممكن تفرق في الاداء وانت بتستخدم كارت شاشه زي ده، وهي الدرايفرز. اي كارت شاشه قبل ما تستخدمه لازم طبعا تنزل الدرايفرز بتاعته، دي حاجه مهمه جدا. وكروت الشاشه بتاعت انفيديا فيها نوعين من الدرايفرز، بتدخل على موقع انفيديا هتلاقي ان عندك تقدر تحط كارت شاشه بتاعك جي فورس ار تي اكس 30 سيريز، خلينا نحط بتاعه الديسك توب نفسها، و 3090 تي اي عايزينها لويندوز 11، ونختارها انجلش. وعندك نوعين دلوقتي زي ما شايفين، في حاجه اسمها جيم ريدي درايفر وفي حاجه اسمها ستوديو ريدي درايفر. طبعا دي موجهه للجيمز، والستوديو ريدي درايفر هي اللي موجهه اكتر للشغل وبرامج الايديتنج والرندر وما الى ذلك. عملنا سيرش دلوقتي طلع لك كل البرامج الجديده، بس انتوا شايفين الفيديو تعتبر اب تو ديت جدا في الدرايفرز. دلوقتي عندنا حاجات موجوده بتاريخ زي ما انتم شايفين 26. اوكي، دلوقتي نزلنا درايفرز كل حاجه تمام، ولسه عارفين ان انا كصانع محتوى وبشتغل لوحدي بالذات وبنزل فيديوهات كتير شويه زي ممكن واخدين بالكم،
الوقت مهم بالنسبه لي جدا، يعني لازم الحاجه اللي بتاخد 10 دقائق لا خليها تاخد 5، الحاجه اللي بتاخد 5 لا خليها تاخد دقيقتين، الحاجه اللي ينفع ما تاخدش وقت خالص يا ريت. وعشان كده انت لما تفكر انت هتشتري كارت شاشه زي 3090 تي اي مثلا تحس ان هو كتير وما اعرفش وبتاع، بس اذا فعلا هينجز معاك، اذا فعلا هيخليك تطلع شغل، هيخليك تختصر الوقت اللي بتشتغله للنص او اقل النص كمان، يبقى اكيد يعتبر استثمار ناجح. انا بالنسبه لي بفكر بالطريقه دي، مش بس في كارت الشاشه ولكن في اي حاجه فعلا هعمل عليها شغل واطلع منها محتوى. خليني دلوقتي نبدا شويه تجارب خفيفه مع فوتوشوب. انا مثلا بعمل ثامنيل، بعمل صوره الفيديو. اوكي، دي مثلا الصوره بتاعت الفيديو اللي فات لو اتفرجتوا عليه، ودي صوره متصوره بالار 5 طبعا هاي ريزولوشن جدا. لو عملت كروب للصبح هتلاقي مازال في تفاصيل عندك في الصوره، دي حاجه طبعا مهمه جدا. المهم بالنسبه لي ان انا اقدر احرك الصوره، اجيبها يمين شمال فوق تحت، اعمل فيها اي حاجه، اعملها ريسايز وتفضل سلسه معايا، عشان لو كارت الشاشه عندك اضعف شويه مع صور هاي ريزولوشن لو حطت كذا صوره في بعضيها هتلاقي الموضوع بيقطع شويه كده تشوبي. هنا زي ما انتم شايفين مفيش اي مشاكل طبعا، ودي حاجه متوقعه، بس في حاجه دايما بتبين برضو اذا كانت الشاشه عندك قوي ولا لا، وهي انك تقدر تختار جزء في الصوره بسهوله. في الامر ده انا مش فاكر اسمه ايه بصراحه فوتوشوب، لانك تعلم على حاجه معينه وهو بيختارها زي ما شفتوا اختار الموبايل بسرعه جدا جدا. في بعض كروت الشاشه الثانيه بصراحه الاضعف شويه بتلاقي في لودينج، بيحصل لودينج هنا، لكن زي ما شفتوا هنا انستنت، عايز اختار مثلا جزء ده من ايدي انستنت مباشره، دي حاجه مهمه جدا. دلوقتي هختار الموبايل، اوكي اقدر اعمل له كوبي، اخليه في لاير لوحدي، واقدر احط مثلا لاير شفافه كده تحتيه، واعمل دلوقتي افكتات تكون باينه من ورا الموبايل نفسه زي ما انتم شايفين، او مثلا عايز اكبر الموبايل في الثامب نيل مثلا، حاجه زي كده. دي كلها حاجات بتحصل بسرعه جدا زي ما انتم شايفين، مش مستني اي حاجه اطلاقا، كل حاجه سريعه. انا بكلمكم عن نظام شغل انا نفس، يعني انا شخصيا دي الحاجات اللي بعملها في فوتوشوب، حاجات بحرك حاجات شويه، بمسح حاجه من مكان، بحط حاجه في حته، لكن مفيش اي مشاكل زي ما انتم شايفين. كارت الشاشه اكيد على فكره بيفرق في الحاجات دي، ومجرد انها تقطع شويه وانت مستعجل او عايز تخلص تعمل حاجه بعديها بيتاثر على اعصابك وبتخليك كده متوتر، لكن كل حاجه تكون سلسه كده بيريحك ويفضي مخك للابداع. خلينا احنا دلوقتي بقى على الجانب الفيديو مع بريمير. ده فيديو كمان متصور بالار 5، هنا الفايلز كلها بتاعت المشروع، وعندك هنا يعني نظامين للفايلين. انا بستخدم كاميرتين في الموضوع ده، بستخدم الكاميرا اللي هي بتصورني، وبستخدم كاميرا تانية هي اللي بتصور الموبايل اللي انا بتكلم عليه. فانا عندي اتنين يعني زي خطين من الفوتج ال4K، انا بستخدم 4K 30 من الار 5 الاثنين مع الكوديك التقيل جدا. زي ما شايفين هنا في اكتر مكان في البروجكت الحته دي فيها الفيديو اللي انا بتكلم فيه اللي طالع فيه الاوديو، هو المتسجل فيه على فكره، وفوقيه فيديو تاني اللي فيه ايدي وانا بتكلم عن حاجه، وفوقيه اللايرز بتاعه الكالر جريدنج والكالر كوركشن، واي افكتس كمان بحطها فوقيها بتتحط في اللايرز دي. فزي ما شايفين عندك 1 2 3 4 5 6 7، ولما اجي اتحرك في الحته دي المفروض انها اتقل مكان، زي ما شايفين مفيش اي مشاكل اطلاقا. دي حاجه مش هتلاقيها في كمبيوتر بكارت شاشه ضعيف شويه، هتلاقي الموضوع ممكن ما يكونش بيتحرك اساسا. انا مشغل دلوقتي على فكره على الفول كواليتي، وطبعا لو قللت كمان عن الفول كواليتي ممكن الموضوع يكون اسرع معاك، بس مش محتاج عشان انتم شايفين كل حاجه هنا سلسه جدا جدا، مفيش اي مشاكل. ده الجزء اللي انا بتكلم فيه طبعا، علامه مهمه جدا انك تشوف جوده او سرعه الشغل بتاعك، انك بتدوس سبيس تبدا تتكلم مباشره، ما يكونش في لاج ما بين الضغطه وما بين الحاجه اللي بتحصل على الشاشه، وهنا مفيش اي لاج اطلاقا، زيرو لاج. بدوس بيحصل الموضوع ده بيعصب جدا لما يكون في لاج، لان انت بتكون بتعمل مثلا حاجه رابط الاوديو بالفيديو، فلازم تسمع الحاجه بتحصل والصوره ما تكونش سابقه او متاخره. وزي ما انتم شايفين هنا مفيش مشاكل، ده فيديو قديم طبعا كنت من غير شعر شويه. ف الموضوع لطيف، الموضوع هنا سلس وسريع ولطيف. انا مش بكلمكم على بنش ماركس وارقام ومعرفش ايه، انا بكلمكم على استخدام حقيقي وشغل في تجربتي انا اليوميه، اللي اقدر اطلع شغل من جهاز زي ده من غير ما اكون متعصب ولا متضايق، والدنيا سلسه معايا زي ما انتم شايفين. اذا 3090 تي اي بتشغل الكودك بتاع الار 5 في 4K بهذه الطريقه، اضمن لك ان اي كودك 4K جاي من اي كاميرا ثانيه هيشتغل معاك بسلاسه من غير اي مشاكل، عشان الكودك هنا سيء يعني تقيل جدا معروف بتاع الار 5 للاسف يعني. وخلينا نعلي الليفل شويه بقى، هنتكلم بعد شويه على الريندر ووقت الريندر وكده، بس خلينا نعلي الليفل مثلا ناخد فايلات 8K. انا عامه مش بصور 8K، احيانا بعمل تجارب كده، اعمل شويه كليبات عشان عايز اعمل فيها كروب ومعرفش ايه، بس في العالم ما بصورش ب 8K نتيجه ان هو اتقل بقى اكتر واكتر بكتير. بس خلينا نحطه كده على 3090 تي اي ونشوف ايه اللي هيحصل. اوكي يا جماعه، ده كليب 22 ثانيه تقريبا،
8K 30 فريم بير سكند من الـ R5، ويعتبر من اتقل الحاجات اللي ممكن تشتغل معاه فعليا. اذا ما كانش اتقل فايل ممكن تتعامل معاه، ده فعليا كفيل ان هو يولع كل المراوح في اي كمبيوتر ويشغل، يعني ممكن ما يشتغلش اساسا على كتير من الاجهزه فعليا، ممكن ما تقدرش تعمل له رن اصلا. زي ما شايفين عشان افهمكم 8K ايه لازمتها وايه اللي يخلي اي حد يصور 8K، زي ما شايفين وشي هنا، انا اعتذر على هذا الوش الغريب، اولا الفيس اللي انا عامله ده، ولكن ده متزاوم دلوقتي 400%، يعني ده 400 فريم في المية من الفريم الاصلي. ممكن رجعت له شويه ل 300، خليها فوق شويه نطلع، دلوقتي 300%. زي ما شايفين كل حاجه شارب جدا جدا، الفوكس مظبوط، كل حاجه واضحه جدا. لو خليته 200% زي ما شايفين طبعا شارب جدا، 150%، واوريكم الفريم اساسا بدا عامل ازاي. الفريم بادئ من الزاويه التقليديه اللي بتشوفوني منها في الفيديوهات، زي ما شايفين الفريم كان واسع جدا، بس انا عامل كروب لحد ما وصلت لوشي بس، فتقدر تزوم ان بشكل كبير جدا. خلينا نزوم، ايوه زوم ان 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 زوم يا حبيبي، ايوه، وتفرج على التفاصيل. انت ممكن فعليا ده يعتبر فريم في فيديو عادي جدا من غير اي مشاكل. دي حلاوه ال 8K، ان انت تبدا بزاويه وتغير في الايديت بقى اللي انت عايزه بالظبط في الزاويه دي، تزوم ان تزوم او تعمل اي حاجه من غير ما تفقد التفاصيل. فعليا اقدر ازوم ان اوصل لصوره 4K، ودي حاجه ممتازه طبعا مش هتاخدها باي حاجه تانية غير ال 8K. طيب ليه ما نصورش كل حاجه 8K ونعيش حياتنا ونظبط الدنيا؟ عشان حته الفايل الصغير ده ال 22 ثانيه ده حوالي 3.5 جيجا، وانا مش بستخدم كمان اعلى كواليتي لل 8K على فكره، فانا اصلا بعاني مشكله كبيره من المساحه من الفيديوهات الكتير طبعا، واستخدامي ال 8K هيكون طبعا اسوء واسوء بكتير، وغالب الناس مش هتتفرج على 8K، بس انا بستخدمه زي ما قلت لكم ان انا اعمل انترو معينه، اخد لقطه معينه واعدل عليها في البوست بحيث استغل الريزولوشن الكبير للصوره. وانا لا اظن ان اي كمبيوتر قادر زي ما قلت لكم ان هو يشغل هذا الفايل بسلاسه. اوكي خلينا نجرب دلوقتي بقى ال 8K من R5 على 3090 Ti. وانا جربت على فكره الفايلات زي دي قبل كده على كمبيوترات قديمه، واولموست الكمبيوتر كان بيهنج، يعني مش بيرضى يفتح الفيديو، او اللي هو بيشغل لي لقطه ويرجع بعديها يسكيب 20 فريم ولا 30 فريم وشغل لقطه وهكذا. يعني شو دلوقتي يحصل ايه؟ دوس سبيس. اوكي اخذ له سنه وبعد كده اشتغل بشكل مقبول جدا جدا بصراحه. طبعا الموضوع هيبقى مأساوي اكتر بكتير لو انا عملت كوبي مثلا وحطيت دلوقتي 2 8K فوق بعضيهم، هيبقى الموضوع يعني اظن تقيل جدا. اوكي بيشتغل، واو انا منبهر، هو مش اسلس حاجه في العالم بس شغال. 2 فايل تراكين في 8K فوق بعضيهم من الار 5، دي حاجه مبهره، حاجه ممتازه بصراحه ان هو اشتغل بالمنظر ده وعلى الفول كواليتي. لو خليته كمان نص او ربع ممكن يشتغل اسرع، زي ما قلت لكم دي حاجه ما كانتش بتحصل قبل كده معايا على كمبيوترات ويندوز بكروت شاشه اقل من ال 3090 Ti. وانا مش عايز اعمل حاجات خياليه بان احنا نعمل مشروع كامل 8K وفايلات فوق بعضيها، عشان انا مش هعمل كده في الحقيقه، بس انا عايز اعمل اختبار حقيقي دلوقتي للريندر، عشان دي الحاجه المهمه جدا بالنسبه لي، ان انا مش عايز اخلص الفيديو واسيبه يرندر ويقعد لي ساعه ولا ساعه ونص، انا عايزه يخلص في دقائق فعليا. فخلينا نرجع لفيديو ال 4K بتاعنا، ده فيديو يعتبر اهو تقريبا 11 دقيقه، ده فيديو ستاندرد من الفيديوهات بتاعتنا في القناه، وفيديو يعتبر اولموست خلصان يعني، بس انا عايز اجرب حاجه قبل ما نرندر، انا عايز ازود فايلات فوق بعضها. ده فيديو 4K، عايز احط كمان فوقيه واحد 4K، واحد كمان، واحد كمان، واحد كمان، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. طيب نجرب كده. اوكي زي ما شايفين بيشتغل من غير اي مشاكل. طيب واحد كمان، واحد كمان، واو، واحد كمان، واحد كمان، واحد كمان. اوكي يا جماعة مفيش اي لاج اصلا، دي هيستيريا. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة، وده 10 10 تراكات 4K من غير اي مشاكل. دي حاجه ممتازه، دي حاجه خطيره، ده فعلا الشغل بقى الحقيقي. لو انت هتشتغل ده اللي انت هتعمله بفيديو كارد زي ده. زي ما شايفين مفيش اي مشاكل هنا اطلاقا. لو حطيت كمان ده رفعته فوق، كلر جريدنج والكوركشنز وما اعرفش ايه، مازال شغال بكل سلاسه. انا مضبط حاجات كتير زي ما شايفين دلوقتي في التايم لاين،
الموضوع خطير. طيب دلوقتي بقى جه وقت الريندر، وزي ما قلت لكم ده اختبار حقيقي فعليا لسرعه الانجاز اللي هتاخده، عشان ده فيديو 11 دقيقه بس، ممكن يبقى عندك فيديو مثلا ساعه ولا فيديو ساعتين، ولا عندك فيلم بترندره، الموضوع فعلا ممكن يبقى اكسبوننشال، بدل ما ياخد 5 دقايق ممكن تلاقيه بياخد 5 ساعات، وتبقى حاجه مثلا اكلت لك اليوم بالكامل. فخلينا دلوقتي نحاول نجرب نرندر الفيديو زي ده، ما هو كده زي ما هو 11 دقيقه، ونشوف هيطلع معانا قد ايه. اوكي هنخش دلوقتي في صفحه الاكسبورت، وعلى فكره التارجت بيت ريت اللي انت بتخرج بيه الفيديو ممكن يفرق شويه في سرعه الاكسبورت. فزي ما شايفين دلوقتي لو حطيته مثلا 10، الفيديو اللي هيطلع في النهايه حجمه مثلا 870 ميجا. لو حطيته 20 كده بتخلي الكواليتي اعلى، هيطلع 1720 ميجا. فالموضوع بيفرق جدا في البيت ريت عندك هنا حسب انت عايز كواليتي الفيديو ان هي يكون قد ايه. لو حطيت 30 هيطلع 2.5 جيجا تقريبا نفس الفيديو. خلينا نحطه مثلا 20 ونشوف دلوقتي. لو قلنا له اكسبورت هياخد استيميت وقت قد ايه، وزي ما شايفين بيطلع 3 دقائق و15 ثانيه. يعني الفيديو ال11 دقيقه هيكسبورت في 3 دقائق وكام ثانيه، دي حاجه مذهله. اوريدي وصل 20% بسرعه جدا جدا. وخلال ما هو بيعمل اكسبورت ممكن تفتح بقى فوتوشوب زي ما كنا في التحميل الاول، اجهز الثامنيل بتاعي اخلصه، وعلى ما ده يخلص يكون الاثنين جاهزين ابدا اعمل ابلود بعديها مباشره. اذا المنظومه دي مش شغاله وانا عايز الحق انزل فيديو مثلا الساعه 1 بالليل ولا الساعه 12 بالليل، الموضوع مش هينفع، الفيديو هيتاخر جدا. انا اوريدي بتاخر، وحاجه زي دي بتنجز معايا عشان الحق انزل فيديوهات. ف مهم جدا يكون عندك كمبيوتر بيسعفك في الشغل. فضولا يعني اذا عايز اكسبورت على بيت ريت مجنون شويه وحطيته مثلا 75، انا ما بعملش كده يعني في العاده، هيطلع لك الفيديو على فكره 6 جيجا وشويه، و اوكي مش فرق كبير خالص، تقريبا نفس المده 3 دقائق وما زالت برضه 20 ثانيه، اوريدي خلص 3%، والمعدل مش بيوقف 4%، بيفضل شغال بنفس المعدل ده 5%. انا سعيد جدا بالنتائج دي. انا حبيت اعمل الفيديو ده زي دردشه كده، اتكلم معاكم في الحاجات اللي بعملها في الشغل فعليا، الحاجات اللي بعملها دي حاجات بعملها كل يوم بشكل حقيقي، وازاي كارت زي 3090 تي اي ممكن يفرق معايا جدا في ان انا انجز واطلع شغل اسرع، واكيد يفرق مع اي حد فيكم لو عايز ياخد جانب البروفيشنال ورك شويه، كونتنت كريشن او ريندرز وشغل 3D وما الى ذلك، ده كارت هيبقى سفاح معاك جدا. زي ما بقول لكم الكارت ده متوفر حاليا في كوادرا ستور، هسيب لكم لينكات ليه في صندوق الوصف تحت الفيديو. بس عايزين تفاصيل اكتر فيديوهات بعد كده اكتبوا لي في التعليقات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك عنيف، تشتركوا في القناه وتشغلوا جرس التنبيهات عشان فيديوهات جديده اول باول، كمان تابعوني على انستغرام في فيسبوك تويتر، وتلاحظوا الفيديو. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.